من وقت ما كان عمره سنتين وريان بيحب الرسم، وهلأ وعمره ما تجاوز 6 سنين ريان افتتح أول معرض فردي لإله بدمشق ب60 لوحة فنية، وتصدر منصات التواصل الاجتماعي وصار شخصية مشهورة بسوريا. أنا هلأ ببيت ريان العبد لنعرف أكثر قديش بيحب الرسم ونعرف عن هوايته أكثر. منتابع كل التفاصيل سوا بهالتقرير. بحب أرسم كتير وطبيعة وبيوت وعشب وشجر ومر وبحر وسفينة وريش وسيارات. كان عندي بالمعرض 60 لوحة، اجت الوزيرة وحبت لوحاتي كتير وهديتها لوحة. وقت اجي من المدرسة بقعد بطلب وظايفي وبقعد برسم. وقت تكون عندي معرض بحب ارسم، وقت اطلع على التلفزيون بحب ارسم، وقت تكون حصة الرسم برسم. انا يوم اكتشفت موهبته كنت صغير، يعني ارسم، يروح معي على المرسم، عمره 2 سنين، يعني 1.5 سنة، طفل يعني، يمسك الريشة بيشخبر، لا يعرف يحكي بس يمد ايده هيك يقول لي، انا امسك اللون بايدي يحط الريشه هو ويعمل هيك بايده. شوي شوي حسيت عنده هي الطاقه الهائله انه بده يرسم. صرت اتركه انا يروح معي ياسس معي لوحه، هو صغير يمسكها ويقول لي بدي ساعدك، مع انه ما يحسن يعني يهدي اللوحه، بس تركته شوي شوي. صار عمره 3-4 سنين 5 سنين عنده هذا المخزون القوي موجود، بلش يظهر عنده. صرت اعطيه لوحات وقل له بتركه على رياحته، اي لوحه بيجي بدي اقول له اعمل هيك او حط هذا اللون او ساعده ببطل يرسم، بده هو على مزاجه وعلى كيفه. يعني ما حاولت انا وقف معه، بس بالنهايه انسحبت تركته على حريته. وقت كنت بمهره الانسه حطتني بطاقه، وكمان اخذتها معي بالشنطايه، حطيتها معي بالشنطايه مشان وقت بدنا نروح على المعرض البسه. وقمت اخذتها ووجدتها اياها للانسه ولبست اياها، بعدين وجدتها لفقاتي. انا ريان كثير فخور فيه وحاطت عليه امل كبير انه يكون فنان، وبنفس الوقت يكمل دراسته، ممكن يطلع طبيب مهندس، بس حلو انه يجمع الموهبتين مع بعض، الدراسه والموهبه، هذا كثير كثير مهم. ويعني بتمنى لأي طفل سوري يكون بهالمستوى.